في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده النبوي كانت توجد حلقة من أكبر حلقات العلم التي شهدتها أركان هذا المسجد، وكان شيخ هذه الحلقة هو سعيد بن المسيب الذي قال عنه البعض إنه سيد التابعين. ماذا فعلت يا سيدي سعيد مع رسول الخليفة عبد الملك بن مروان؟ لم أجب طلبه طبعا. ماذا؟ رفضت زواج ابنتك بالوليد بن عبد الملك؟ نعم، وماذا في ذلك؟ لكنه ولي عهد الخليفة وسيصبح الخليفة في يوم من الأيام. من أجل هذا رفضت. لا أفهمك، كيف ترفض أن تزوج ابنتك رجلا سيصبح أمير المؤمنين؟ ستفهم ذلك فيما بعد. أخبرني الآن، ألم ترى أبا وداعة؟ أبو وداعة؟ ذلك الشاب الفقير؟ نعم هو ذا. وماذا تريد منه؟ لم يتابع الحلقة منذ أيام، مع أنه مواظب عليها ودائم الحضور. أخشى أن يكون أصابه مكروه، ومن استغنى بالله افتقر الناس إليه. مرحبا يا أبا وداعة، أين كنت غائبا؟ توفيت زوجتي وكنت مشغولا بدفنها. ولماذا لم تخبرنا يا أبا وداعة لنعزيك ونشهد جنازتها معك ونقف إلى جوارك في محنتك؟ جزاك الله خيرا يا سيدي سعيد، لقد علمت أنك تبحث عني فأردت أن أطمئنك علي. إذن لي بالعودة الآن يا سيدي. بل تنتظر يا أبا وداعة، فأنا أريدك. اقترب يا أبا وداعة، اقترب. نعم يا سيدي. ألا تفكر في الزواج يا أبا وداعة؟ أنت الآن تعيش من دون زوجة. أتزوج؟ ومن هذا الذي سيزوجني ابنته يا سيدي؟ إنني فقير ويتيم، كل ما أملكه من الدنيا درهمان أو ثلاثة. أنا يا أبا وداعة، أنا أزوجك ابنتي. ماذا؟ ما بك؟ ألا ترضى بها زوجة لك؟ حاشا لله يا سيدي، لكنني أتعجب، كيف تزوجني ابنتك وأنت تعلم عني ما تعلم من ضيق الحال وصعوبة العيش؟ يا أبا وداعة، إننا إذا جاءنا من نرضى دينه وخلقه زوجناه، وأنا قد رضيت دينك وخلقك. يا قوم، يا أهل مسجد رسول الله، اقتربوا، اقتربوا. ماذا يريد أن يقول لنا؟ أشهدكم أيها الناس أنني قد زوجت ابنتي بأبي وداعة، وسيعطيني مهرا لها درهمين. قلت إنك تملك درهمين، أم تريد مني أن أقرضك مهر ابنتي؟ تهانئي يا أبا وداعة، زوجة، جمع الله بينكما على الخير. أنا اليوم أسعد الناس، من كان يصدق أنني سأتزوج ابنة سعيد بن المسيب؟ لكن الزواج يحتاج إلى مال، فمن أين لي بالمال؟ لا أعرف ممن يمكنني أن أستدين. من؟ أنا سعيد. سعيد؟ من سعيد هذا؟ هل هو سعيد جاري أم سعيد بن بائع؟ سيدي سعيد بن المسيب؟ أي سعيد ظننتني إذن؟ أي سعيد إلا أن تكون أنت،
فأنا أعرف أنك لا تخرج من منزلك إلا لتذهب إلى المسجد. عفوا يا سيدي، تفضل، لو أرسلت إلي لجئتك بدل أن تأتي بنفسك. اسمع يا أبا وداعة، لقد أتيتك بخصوص زواجك. من المؤكد أنه غير رأيه. لقد صارت ابنتي زوجة لك منذ صباح اليوم وقد أقبل الليل، وأنا أعرف أنك تعيش وحدك، ولذا لم أشأ أن تبيت في مكان وزوجتك في مكان آخر. ادخلي يا ابنتي، ادخلي يا ابنتي إلى دارك وسلمي على زوجك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راعي الله في زوجتك يا أبا وداعة، أستودعك الله. مرحبا بك في دارك، سأعود إليك بعد لحظات. والله إنه لصادق، زوجني سعيد بن المسيب ابنته صباحا ثم أتاني بها ليلا، ولا أدري ماذا أفعل. سعيد الذي رفض زواج ابنته من ابن الخليفة يزوجها لك أنت. ذلك ما حدث، ساعدوني، ماذا ينبغي أن أفعل؟ اذهب إلى أمك وأخبرها ما حدث، وسأجمع النساء ونرحب بها ونجالسها حتى تصل أمك. نعم، هذا رأي صائب. اجمعي أنت يا سيدتي نساء الجيران وسأذهب إلى أمي على الفور. صدقت يا ولدي، لو لم أرها بعيني لما صدقت. ما أسعد حظك. لا أريد أن أراك تكلمها قبل 3 أيام من الآن. يجب أن أجهزها وأزفها إليك كما لم تزف زوجة لزوجها من قبل. إنها ابنة سيد سكان المدينة وأرفعهم مقاماً. حسناً حسناً، سأدخل غرفتي. مرحباً بك بيننا يا ابنة أفضالنا وسيدنا. اعلم أنه ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، ولا أهان أنفسهم إلا بمعصية الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا زوج ابنتي العزيز؟ بخير والحمد لله. وكيف تسير الأمور مع زوجتك؟ لقد جمعت ابنتك الخير كله يا سيدي، فهي من أجمل النساء وأعلمهن بأمور دينها وأحفظهن لحقوق زوجها. وأشكرك يا سيدي على المال الذي بعثته إلينا، أعانني الله على رد معروفك. ترده بأن تحافظ على زوجتك وتتقي فيها الله. هيا اذهب إلى زوجتك، ما زلتما تحتاجان إلى مزيد الوقت كي تتعرفا إلى بعضكما البعض. هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لم أعد أفهمك يا سيدي سعيد، أترفض زواج ابنتك من الوليد بن عبد الملك وتزوجها أبا وداعة؟ لقد فعلت هذا لأن ابنتي أمانة في عنقي، وقد بحثت لها عما يصلح أمرها. ماذا تعني؟ فكر معي قليلا، ماذا يحدث إذا ذهبت ابنتي لتعيش في قصر الخليفة وهناك لبست الثياب الفاخرة ونعمت بالأثاث المريح
وتنافس على خدمتها خدام القصر فأجابوها في كل ما تطلب. وبعد فترة تجد نفسها زوجة الخليفة. لو حدث ذلك، أتظن أن يظل دينها على ما هو عليه؟ وهل ستتذكر ما علمته لها طوال عمرها، أم ستنساه وهي في ذلك الثراء والنعيم؟ ما أبعد نظرك يا سيدي، وما أسعد ابنتك بأب مثلك. وما أتمناه الآن أن تكون سعيدة مع زوجها، وأن يكون هو راضيا عنها. لم يضيع سعيد بن المسيب ابنته كما توهم البعض، بل حفظها ورعاها كما حفظ العلم ورعاه، وظل طوال عمره يبلغه في حلقته في مسجد الرسول الكريم، حتى توفي رحمه الله في عام 94 من الهجرة عن 84 سنة.